السلام عليكم خواتاتي خوتي وكل متتبعي قناة شيبة صفاء، كراكو دايري؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى كاع تكونوا بألف خير وصحة جيدة. اليوم إن شاء الله ومع تحضيرات التجهيز لشهر رمضان، اليوم كنقترح عليكم العجينة البغيزي كيفاش كتصوبوها بطريقة ناجحة باش تجيكم صابلة، تجيكم قرمشة، يعني ما تجيكمش مدبالة ولا شي حاجة، كتجي ناجحة جدا. وكنعمرو بها، هي أساس نتاع لي كيش، وكذلك نقدروا نعمرو بها مملحات عديدة كما غادي نشوفوا في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. فبالنسبة للمقادير غادي نحتاجو، أنا درت هنايا 500 غرام ديال الدقيق أو الفارين، 500 غرام اللي تعبر بكاس العنبة دير 5 ديال الكيسان، عندي 2 ديال البيضات، وعندي 250 غرام ديال الزبده. غادي تشوفوا هاد المقادير غادي يخرجوا لنا كميه زوينه نتاع العجين، نقدروا نشكلوه كما بغينا. غادي نحتاج شويه ديال المليحه وشويه نتاع الفلفل الاسود، هادو هما المقادير ديالنا. ننتقلوا للطريقه يا اغلى اخواتي. كناخذوا هذيك الزبده اللي تكون في حراره الغرفه، اي نوع نتاع الزبده ما يمكنش، ما يهمش تكون شي نوعيه جيده ولا اي نوع. وكناخذوها كندخلوها كنقطعوها وندخلوها في هذيك الفارين غير بالاصابع ديالنا بدون ما ندلكوها ولا شي حاجه، كندخلوها حتى تحرب لنا بهذا الشكل، هذا كتولي مبسه وما كتبقناش باينه. وكنديروا معلقه صغيره ديال الملح وشويه نتاع الفلفل الاسود، وكنضيفوا 2 ديال البيضات وكنخلطوا بهم. الا جمعت لكم العجينه على حسب نتوما الحجم نتاع البيض ديالكم، الا جمعت لكم العجينه سي بون، ما تجمعتش كتضيفوا شويه ديال الماء، فقط شويه ما تكثروش، يعني غير شويه حتى تجمع لكم العجينه، تكون عندنا عجينه طريه صافي وما كندلكوها ما والو، غير كنجمعوها بهذا الشكل هذا. انا هنا ما غاديش نخليها تبرد، غادي ديريكتومون نصاوبها في ليمون عاد كنديرهم يبردوا. كتاخذوا العجينه ديالكم وكنشكلوها حنا اللي بغينا. اول حاجه غادي نورقها العجينه تاع البغيزي، ما تبغي تكون رقيقه بزاف، ما تبغي تكون خشينه، كتبغي تكون يعني 1 سنتيمتر هكا ماكسيموم ديالها. اول حاجه غادي نديرو في ليمول الصغار اللي كيش ليمول صغار، انا عاد نورمالمون هاد ليمول عندي رقاقين، يعني نورمالمون اللي كيش ليمول ديالهم كيكونوا غارقين على هكا باش من طيبوهم يجيوكم سواسوا، انا هادو غادي يجيوني شويه رقاق، مي معليش غادي نوريكم فقط الطريقه. كتاخذوا ليمول ديالكم كديروا عليهم العجينه وكستراسيو بيديكم ولا شي حاجه وكتصاوبوهم تقدوهم على الحجم نتاع ليمول بهذا الشكل هذا. هنا انا درت 10 نتاع الوحدات كما راكو تشوفوا. دائما ديروا دهنه خفيفه، غير دهنه خفيفه ما تكثروش باش تفادوا ان يلصق لكم ولا شي حاجه. غادي ندخلهم للثلاجه يبردوا مزيان مزيان. كنمشيو للعجين اللي بقى لنا كنديروا به واحد في حجم عائلي غير باش نوريكم هذه الكميه نتاع 500 غرام شحال تقدروا تخرجوا بها. كنديروا هذا المول الدائري كذلك وكنديروا عليه العجينه ديالنا. اسمحوا لي راني شويه عيانه شويه، وكنراسيو هكا لي كيش كما راكو تشوفوا بالوراق ولا شي حاجه، ونقادوه ندخلوه للثلاجه كذلك يبرد لنا مزيان. هاد الطريقه نتاع التبريد اللي راني نوريكم كتخلينا ما نديروش عاد الحاجه متقله فوق العجينه عاد نطيبوها، كنطيبوها ديريكتومون. واللي تبقى لي من العجين كدرت بيه عاوتاني واحد متوسط، يعني واحد الصينيه متوسطه الحجم هاد الشكل. ملي دخلتهم الثلاجه وبردوا لي مزيان مزيان كناخذ واحد الفورشيت كما قلت لكم، بردوهم مزيان في الثلاجه وتكونوا شاعلين الفرن ديالكم، غير كتخرجوهم من الثلاجه كتكوهم بواحد الفرشيطه بهذا الشكل هذا باش ما ينتفخوا لكمش، وكتدخلوهم للفرن. وكنديروا لهم فقط نص ديال الطياب، ما كتخليهمش يحمروا من الاسفل بزاف، الجوانب ما تحمروش الجوانب، فقط تخليهم تشوفوا العجينه شدت روحها كتنزلوها يحمر لنا فقط الوسط. شوفوا معايا كيفاش العجينه ما حمرتهاش مع الجوانب، في الوسط عطيت لها واحد التحميره من الاسفل، حمرتها غير شويه من الاسفل كما راكو تشوفوا. شوفوا كيفاش، وكتجينا واحد العجينه اللي مقرمشه يعني زويونه بزاف. وبالنسبه لهاد الليمون الصغار قلت لكم الاحسن تاخذوا ليمون اللي يكونوا شويه غارقين باش يجيكم من ديروا الحشوه، انا هادو كنعمرهم واه، ولكن الا بغيتوا تكون الحشوه كثيره كتاخذوا دوك ليمون اللي شويه غارقين. وهذه هي العجينه ديالنا، فريمون نتمنى تجربوهم هكا من كنديرهم هكا ديبتي هكا صغار ونوجدهم لرمضان بكميات كثيره،
كناخذ هذوك الصغيورين كنغلفهم بالسلوفان كل وحده بوحدها، ولا تقدروا تاخذوا دوك البلاستيكات الصغيورين تاع الثلاجه كل وحده بوحدها، ومن بعد كنديرهم في بلاستيكه وحده كبيره وكنديرهم في الكونجيل. وكذلك بالنسبه لدوك الزوج الاخرين الكبار كل وحده كنغلفها بلاستيك ونديرها في الثلاجه، تكونوا وجدتوا واحد الربعة ولا خمسة ديروا وحدة فوق وحدة كما قلت لكم كل وحدة بلاستيكتها. من تحتاجوهم كنجبدو غير كنعمروهم وكنكملوا لهم الطياب، يعني طريقة سهلة. نتمنى تجربوا هاد العجينة باسكو كتجي مقرمشة وزوينة. ونتلاقاو في الفيديوهات الجاية باش نشوفوا كيفاش نديروا لها حشوات، وهذه نعطيكم افكار. خليتكم على خير يا اغلى اخوات، وما تنسونيش بلايكاتكم تعليقاتكم الجميلة الاشتراك في القناة الجديدات. الى اللقاء يا احلى اخوات.